وفي هذا الجزء تشرح لنا الدكتورة بابرا ويند عمل الخزاف الكبير علاء الدين نبهان. هي هلأ واقفة هون عم تحكي عن عمل علاء الدين نبهان. هذا العمل واحد من مجموعة هي تقريبا كل الأعمال هي بتعرفها، يعني هي متابعة مسيرتي الحياتية بالكامل، وهذا العمل بالتحديد هو له علاقة بالتمخض وبشيء له علاقة بالانفجار من البركان. جميل. Hier sehen wir eigentlich etwas Ähnliches, was wir bei den Arbeiten von Jochen Brandt sehen. Auch hier die Kombination von zwei Materialien, die Inhaltsträger sind. Wir haben den Lehm. وهون نحن واقفين قدام عمل اللي تقريبا روحه بتلتقي مع الروح الثاني، هو عبارة عن دمج بين مادتين، واحدة اللي هي الطين والثانية اللي هي البازال. Und ich wünschte mir auf der Documenta hätte sowas gestanden. Okay. وهي بتتمنى انه يفوز هذا بالجائزة، يعني انه ينعرض في الدوكومنت، هي اعلى مرتبة في الفن، انه يكون هذا واحد من الاعمال اللي ينعرض فيها الموثقة. Weil die Documenta dieses Jahr ausnahmsweise ja über die unterschiedlichen Kulturen von dem südlichen und dem nördlichen Kontinent geht. ولأنه الدوكومنت بهاي السنة اللي هي الجائزة أو اللي هو أعلى، خلينا نقول الوسام بهاي السنة، متعلق الفكرة تاعيته باختلاف الثقافات واختلاف الحضارات والأشياء الجديدة اللي داخلة على ألمانيا. Der Raum ist für mich sehr interessant, für Sie hoffentlich auch als Keramiker, weil man hier sieht, dass man mit diesem traditionellen Werkstoff, der sonst häufig nur dem Handwerk zugeordnet wird, dass man hier auch zeitgenössische Kunst auf einem ganz hohen Niveau machen kann. Die Arbeiten von Brandt, die Arbeiten von Ala. إنه هاي الغرفة هي بالنسبة لها هي غرفة كتير مهمة، لأنه هاي الغرفة بالنسبة للخزافين هي يعني شيء كتير مهم، لأنه من مادة الخزاف، من مادة الطين، شفنا هون الفن الحر المطلق، يعني أعلى مستوى من أنواع الفن. مشان هيك هي بالنسبة لها شخصيا هي أهم الغرف بهذا المتحف. Sehr emotional bewegend diese Arbeit zu sehen, weil sich für uns die Kugel, also ohne intellektuelle Wissen, die Kugel ist Einheit, das fühlt man körperlich. Yeah. Und der Stein ist Gewalt. بشكل مو يعني بشكل غير منتظر بيحبوا يشوفوا هذا العمل، لأنه هو أخذ الطابة اللي هي يعني في عدم من الاستقرار. والنقطة اللي تستزدت والدمار اللي عم تحققه هي الحجرة لا يعني بهذا العمل أو بالطابة، يعني هو كرمز، هو رمز الدمار يعني. Und du hast uns erzählt, dass wenn man da reinschaut und die Körper sieht, dass es deine Familie ist, die du zurückgelassen hast. وانا قلت له لما شافوا هذا العمل في نقطة مخفية ما حدا بيعرفها، انه بس ارفع الحجرة فمنشوف جزء من عائلتنا اللي نحن ما بنقدر نشوفه. Und das ist für uns Europäer, also für uns Deutsche gerade auch, ist es immer sehr bewegend, weil wir keinen Krieg erlebt haben. ولا هذا بالنسبة لأوروبا، بالنسبة للي عايشين هون هن يعني نسوهم، لأنه من زمان ما مرت الحرب عليهم ونسيوا هاي الأحداث يعني. وفينا نشوفها. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء. تسلم يدك يا استاذ علاء. صفقة صفقة صفقة. استاذ والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء. هل أرى سالما منعما.
أشوف هذا العمل ويتساءل كثير عن هذه الحديدة المرمية في هذا المعرض. شوفوها، لكن خلونا نقرب منها ونشوف حقيقة هذا العمل باختصار بهذه الجزئية. قطعة زجاج، هذه كلها قطعة زجاج. بالمختصر المفيد هو الإحساس، أم إحساس العين، أم لما تكتشف الحقيقة تشعر بشعور ثاني. فكروا بهذا العمل. يعطيك العافية دكتورة جميلة. هذا عمل من الأعمال اللي إحنا قاعدين نشوفه، هو مجرد خشبة لكن في شيء. ها أكيد، أنا شفته من بعيد قلت نعم. هذا لوح معاكس، يعني ما في أي فن، بس شون الرقة والإحساس الفنان اللي عطى في اللون البرتقالي. لما قربت أستاذ علي نعم. شوف يعني شنو هالإبداع وهالفن، ثلاث ألوان، يعني شنو الفكر اللي وصله بس في هذا الطرف. يعني ما أدري أنا إحساسي كذي، يعني حسيت. شوف ترى عنده تكملة. شوفوا معاي هذه الأعمال المعاصرة، هذا الأعمال من الفن المعاصر الجميل. شوف الإحساس اللوني، شوف اللوحات، ولكم الأمر في تقبل هذا الفن من عدمه. Dankeschön. Und das ist einfach ein Katalog für seine Kunstwerke. Oh, danke schön. Das ist an dir. Und das ist eine Broschüre, das wir hier. Danke schön. Und das ist eine kleine Zuweisung für diese. Super. Für Tee oder Kaffee. Für Tee oder Bier. Okay. Aber Dr. Jamila, das ist ein Geschenk. Das ist von Mr. Ali. Ja. Ja. Und das ist تصوير. Was steht da drauf? Butteri. Geschichte. حكاية الطين. Butteri, die Geschichte von Lehm. Die Geschichte von Lehm. Oh, danke schön. Super. Das ist ja voll. Nebenbei ist der.